ونسحب نهائيا من رئاسة الفريق، نخلي المكان لإنسان جديد، دم جديد اللي يقدم الإضافة للفريق هذا. أنا أتمنى الإنسان اللي يكون اللي يجي يشد زمام الفريق لازم ما يكونش وحده، يكون اونتوري دو سيس ولا دي بيرسون، خاطرش نفقات الفريق كبيرة. الفريق هذا مش غير أكابر، كاين سي كاتيجوري دو جان، كاين دوتر سيكسيون.